تحياتي ليكم جميعا واهلا بيكم. النهارده عايز اكلمكم يا جماعه عن موضوع مهم جدا. انت ممكن تكتشف السكر من الجلد بتاعك، من الجلد، يعني في علامات بتيجي في الجلد بتكتشف بيها مرض السكر، وفي مضاعفات بتحصل وانتم ما انتوش عارفين دي من ايه، وبتروح لدكتور والتاني والتالت وهو ما بيقدرش يفسر لك الموضوع. عشان كده انا النهارده جبت لكم مجموعه من الصور اللي انتوا هتقدروا تشوفوا بيها الحالات. طبعا هي في صور كتير جدا، لكن في حاجات معينه وصور بتكون واضحه، اللي هي الكومن، اللي هي بتيجي بمعظم الناس، مش الحاجات اللي هي بقى ايه الغير عاديه واللي هي مثلا نادرا ما بتحصل. لا، انا جبت لكم الصور اللي هي معظم الناس بيحصل لها الحكايات دي، او دي كلها بسبب عدم انتظام السكر. عشان كده لازم يعني تعرفوا ان انتظام السكر بيمنع عنك حاجات كتيره جدا ممكن انها تحصل. فانا جبت لكم حاجات خفيفه، عشان في صور طبعا لو شفتوها هتزعلوا يعني، فجبت لكم حاجات خفيفه تعرفوا ايه طبيعه الموضوع ده. عشان كده وهنتكلم فيها ببساطه جدا، وعلاجها الاساسي رقم واحد لازم تكون مظبط السكر. نشوف كده مع بعض. اول صوره نشوفها مع بعض، يعني مثلا هتلاحظوا الصوره دي في العين، هنا هتلاقوا في العين في زي خراج. يعني انا هقول لكم ايه ببساطه، يعني المصطلحات العلميه اللي هي تقدروا تفهموها. ظاهر كده ده نتيجة برضو ارتفاع السكر، وأي بكتيريا، واحد بيعرى كتير، أي بكتيريا بتحصل تبصوا تلاقيه إيه يحصل ليه المشكلة دي ويظهر بالمنظر ده. ولو ما تعالجش بسرعة، يعني أنا في رأيي أي حد يحصل له يلحق بسرعة ياخد مضاد حيوي لغاية ما يروح للدكتور، لأن دي بتكبر وتكبر وتقفل عينيه خالص. نبص نلاقي هنا دي صور مجمعة، يعني هنا الحته دي هوريكم صوره لها دلوقتي، دي في الرقبه من ورا، بيبقى حاجه كده تحط ايدك عليها تلاقيها خشنه شويه ولونها كده بني كده. دي بتبقى في بدايه ما الواحد بيعرف ان عنده سكر ولا لا. دي بتيجي تلاقيها بولوزس كده، يعني حته فقيعه كده تيجي في الايد، وهنا تلاقوا في الكوع هنا في اصابات، وهنا برضو في الايد تلاقوا في حاجات تانية. نشوف الصور اللي جايه دي. انا يتهيألي معظم اللي عندهم سكر عندهم الحاجات دي، ممكن تلاقيها في الكوع، دي في الرجل من تحت في الكوع. دي كلها السكر يا جماعه ما بيعلى بيرفع بيعمل التهاب. السكر العالي ده عباره عن مصدر للالتهاب، والتهاب ياثر على الشرايين ويقل الاكسجين للخلايا وياثر على الخلايا، يوم يظهر بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. المنظر ده اكيد في ناس كتير، انت لو بصيت لكوعك وخصوصا انت بتنشفش بعد ما بتتوضى او ما بتنشفش بعد ما تستحمى كويس، بتلاقي فيه التهابات، ودي بتبقى كومن قوي يعني مشهوره. دي بقى اللي انا بقول لكم عليها اللي ممكن تيجي لحد تحت باطه، ودي بتبقى قبل ما يظهر مرض السكر مباشره، يعني مرحله بقى واحد سمين وقبل ما يظهر السكر مباشره. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انت تخلي بالك منها. في برضو حاجة تانية، الالتهابات اللي بتحصل في الجلد، الالتهابات دي بتحصل بتلاقوا فيه التهابات في الجلد غريبة جدا بسبب برضو ارتفاع نسبة السكر في الدم. دي برضو التهابات بتحصل في الساق برضو بسبب ارتفاع نسبة السكر، ودي من الحاجات اللي هي بتقدر ان انتوا لما تشوفوها في مريض ده معناه ان السكر بتاعه غير منتظم على الاطلاق. واول حاجه الدكتور لو رحت لاي دكتور هيقول لك لازم تظبط السكر. دي طبعا في القدم هتلاقوا فيه فطريات غريبه جدا في القدم، دي اهي في فطريات هنا في القدم، ودي طبعا لا واحد بينظف رجليه ولا بيهتم بيها اصلا، وبيلبس شبشب ماشي في الشارع، ولابس شبشب بيتعرض للتراب والجروح والحاجات زي كده، وما بينضفش خالص، ما بينضفش رجليه ولا بيلبس شراب ولا بيحط كانستين كريم، فجات له الفطريات. طبعا علاجها بتاخد علاج للفطريات دي اللي انا بقى بقول لكم عليها، ودي اللي تخلي بالكم منها، لان معظم الناس دي كده في الرقبه، وتلاقوا شوفوا المنظر ده هتشوفوه في ناس كتير عندها سكر. لو بصيت في رقبه اي حد وحطيت ايدك عليها كده هتحسوا فيها بالتعب، بخشونه كده، وتلاقي اللون اللي انتم شايفينه ده اسمها اكنسوزيس نيجركانس. دي بتبقى مشهوره جدا في مرحله ما قبل السكر، وبتنذر ان هيحصل سكر للمريض. طبعا دي بقى حاجه
اللي هو مش قادر يفرد ايديه، تلاقي معظم مرضى السكر بس دي بقى مع فتره طويله مش معالج سكره واهمل وبياخد انسولين وسكر 400 500، يجي في مرحله ما هوش قادر يفرد ايديه خالص. علشان كده انا بقول لكم اهتموا بالسكر وعالجوه صح علشان ما نوصلش للمرحله دي. تخيلوا بقى كل اللي احنا شفناه دلوقتي، مجرد ان انت هتظبط سكرك، مجرد ان هو هينتهي خالص ومش هتحس باي مشاكل، مجرد ان انت تظبط السكر بتاعك. الحاجات دي بتحصل، تخيلوا بتحصل ساعات في المرضى ونكتشف ان عندهم سكر من الصور اللي انا وريتها لكم. ممكن الصور ما تبقاش واضحه قوي، بس طبعا معظم اللي جاله وهيشوفها هيعرف الحاجه دي كانت عنده ولا لا. تظبيط سكر مش اكتر، مفيش اي حاجه تانية تدعو انك انت تبقى قلقان. هتاخد شويه كريمات، هيكتب لك الدكتور مضاد حيوي، هيكتب لك حاجه للفطريات، وهتفرق معاك كتير جدا ان انت تقدر تفهم ان الحاجات دي بتحصل بسبب السكر. وفي حاجات كتير منكم هيقولوا اه ده حصلت لي، وهنشوف في التعليقات المرضى اللي بيقولوا اه حصلت لنا حاجه زي كده. عشان كده يا جماعه انا بقول لكم ارجوكم السكر تنظيمه مهم جدا، مش عايزين نسيب زي ما قلت لكم في امل في علاجه والتخلص منه. مش معنى كده ان انا اهمل، يعني في ناس تبعت لي تقول لي طب انا هتخلص من السكر. طب ماشي، هتقدر توعدني ان انت بعد ما تتخلص من السكر هتلتزم وهتمشي مظبوط ومش هيحصل لك اي مضاعفات؟ معظم الناس للاسف مجرد ان السكر يتظبط بيرجع ياكل بانتقام، بالظبط عامل زي الدايت. الناس اللي بتخس تبص تلاقيهم بعد ما بيخلصوا الموضوع الدايت ووزنه ينزل 20 كيلو 30 كيلو بيرجع بسرعه جدا بسبب الاهمال، لان هو اصلا ابتدى بقى ياكل وساب نفسه، بقى فرحان ان وزنه نزل ويقول لك طب ازود شويه، طب اعمل شويه، وتبص تلاقي نفسه دخل في مشكله. كل اللي انتوا شفتوه ده بسبب عدم انتظام السكر. عدم انتظام السكر بيأثر على الشرايين، بيأثر بيعمل كذا حاجه. يعني انتوا مثلا لو احنا قلنا المنظر اللي انتوا شفتوه ده في منه حاجات، يعني لو قلت لكم ده انا جايب لكم اقل حاجه، خلي بالكم في منه حاجات 10 صور 12 صوره اللي مش عارف كذا صوره، فانا مش عايز ان انا اوريكم حاجات تقلقكم. يعني مثلا الاكنسوزيس نيجركانس بتاعت الرقبه من ورا دي من الحاجات المشهوره جدا وبتيجي في معظم الحاجات. في حاجات بقى نتيجه الحقن بالانسولين بتلاقوها في الجسم، في حاجات بتلاقوها مثلا زي فقاقيع كده بتظهر والناس ما بتبقاش فاهمه دي ايه. تبص تلاقي بقى الرجل بتاعتك تبدا تتعور وتبدا تورم وانت ولا في دماغك، تلاقي الفطريات ما بين صوابعك. علشان كده بالليل وانت قاعد بالليل قبل ما تنام فيهاش حاجه خالص، تغسل رجليك وتغسلي رجلك وتنضفيها كويس بميه دافيه، وتمسحي بفوطه مخصصه لحاجه زي كده، فوطه تكون ناعمه خالص، وبعد كده بتدهن كانستان اسمه كانستان كريم. كانستان كريم ده حاجه للفطريات، اي حاجه بديله، مش انا ما اعرفش لكل بلد فيها اسماء شكل. الكانستان في الكيناكومب، في التريديرم، في حاجات كتيره جدا، جينسن جنسانة او جنس اسمها الجينسن، ده حاجه كده للفطريات. فانتوا بتسلم خالص، لان الموضوع بيبدا بحاجه بسيطه خالص. مثلا ضفرك شلته، تبص الحته اللي في الضفر هنا كده رحت شاددها، تبص لها تورم، ابدا خد، انا بقول لك خد مضاد حيوي حبايه ايا كان اللي قدامك ايه علشان ما تورمش، لان لو سبتها للصبح هتلاقي صباعك ده ورم جدا. فطبعا دي حاجات من اللي بتعمل مشاكل جامده جدا. مثلا تلاقوا في التهابات وحساسيه جلديه بسيطه وبتيجي من اقل حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده، ده برضو ارتفاع نسبه السكر في الدم، ده برضو مقاومه الانسولين. والحاجه اللي انا قلتها لكم في الرقبه دي نتيجه مقاومه الانسولين، مقاومه الانسولين بتحصل نتيجه مقاومه الانسولين. فتلاقوا دايما في الواحد سمين، وفي حاجات صور تانية بس مرعبه شويه ما رضيتش اوريها لكم بصراحه، بقت تقل عن زمان. زمان كنا بنشوف المرضى بيجي بقى بالغرغرين، وانا شفت مره مريض عايز اقول لكم داخل بشوف السكر بتاعه كده، لقيت الكلام ده زمان قوي يعني بنقول من فتره طويله، لقيت النمل داخل في الجرح، النمل داخل في الجرح، السكر عالي جدا والنمل داخل في الجرح، وطبعا عنده صبعه. انا كنت بشوف حاجات غريبه يعني فعلا منظر مرعب، وتتقطع الرجل الكلام ده. بصراحه للحق يقال بعد التطور العلمي الكبير والتحاليل والحاجات دي كلها والوعي بتاع الناس ابتدت الامور دي تختفي نهائي، انا بشوفهاش كتير.
الا بقى اذا كان حد ملخبط الدنيا او حاجه زي كده. بس بره عامه ما بتشوفش الحاجات دي كتير، الناس على وعي كبير جدا من خطوره السكر والامراض المنتشره. ارجو ان الفيديو ده تعملوه شير كبير لاكبر عدد من الناس يشوفوه، واتمنى ليكم ان شاء الله صحه جيده، وتحياتي ليكم واشكركم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.